جيتي اليوم حدا محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، علاش تحديدا؟ جيت ندق باب اخر، لان يعني دقيت بزاف البيبان للاسف سدوا عليا، ما بقيتش عارفه اشنو غادي ندير. درت شكايه للرئاسه العامه، والمره الثالثه تم رفض الملف بدون معطى، بدون اشعار، بدون ما فهمونيش علاش اشنو. انا بغيت حق ولدي، انا ام واحد الام اللي ما كتعرفش القانون، غنهضر بالعاطفه. انا بغيت ولدي، انا عباد الله بغيت ولدي. قلت بغيتي الملف يخرج من الحفظ؟ بغيت الملف يخرج من الحفظ، بغيت حتى انا ندوز المحكمه. الناس كدوز عام وعامين، انا في 4 شهور تسد الملف، و4 شهور كما تيقولوا لي، اللي كاين بعض الناس اللي بغيتهم يهضروا لي على الملف ديال ولدي كيقول لي موضوع حساس. اشنو نوع الحساسيه اللي فيه؟ انا مواطنه مغربيه وهذوك حيت البوليس، اشنو نوع الحساسيه؟ اشنو دار هذا الولد؟ علاش يقتلوني مع ولدي؟ انا راه جلست بلا روحه واقفه، كلشي مشى ليا، وفي الاخير يتم حفظ الملف. يعني بحال سدوا عليك واحد الباب وخلوني بحال ديك المذبوح. كان ترطف براسي، انا جيت هنا ربما يوصل صوتي من جديد. انا ما طالبه والو، باغي الملف يتحل. واش هادي شي حاجه صعيبه؟ يفهموني، تمت معاقبتهم اداريا كما قالوا لي. العقاب الاداري هذا راه سميتو غير مباشر بانهم مدانين، ويجيبوهم لي المحكمه، يجيبوهم المحكمه باش ما يحكموش، يحكموا على ولدي. انا نخلص على ولدي، نخلصها حبس، نخلصها فلوس، نخلصها، غير يجيبوا لي ولدي. البلاغ اللي صدر قالوا بان الولد ديالك هو الفوتيف. هذا الشيء اللي قتلني، وما نقبلهاش على ولدي. عمرني ما تبعت في حياه ولدي الكوميساريات، ولا عمر شي واحد شكى منه، ولو جيران ما عمرهم تشكوا منه. فكيفاش في الممات ديالو يدي تهمه هو اللي ما دايرهاش؟ هو ما دايرهاش. ايه كان على الدراري، كان عليهم يوقفوا. الدري اللي كان صايق في الاول وكان كيقول لي يوسف وقف، بدر وقف وما وقفش، كانوا عليهم يوقفوا. ايه انا مع هاد الناس اللي كيقولوا لي لا علاش ما وقفوش، وسولوا راسكم علاش ما وقفوش هاد الدراري. ماشي حيت دايرين شي حاجه، ولا حيت كما قالوا هازين الحشيش، ولا قرقوبي، ولا دايرين شي فعله، ولا سارقين. هاد الدراري خايفين لانهم كيتعرضوا للاهانات، كيتعرضوا للضرب. انا كون غنوقف ولدي وكلا دقه ولا جوج ولا معياره، ولا دوز 48 ساعه، ولا نخلصوها فلوس ويبقى جنبي. راه 21 عام و 9 شهور و 9 ايام و 9 سوايع. انا حاسبه هذا دير ولدي بالسوايع. انا ذاك الولد ترجيت فيه شحال من حاجه، ترجيت معاه يكون غير جنبي. انتم كتشوفوني غير بوحدي، وكان كان معايا ولدي في تيمو غيكون معايا ولدي في كتافي. علاش خوني يكتفي؟ انا ربيت هذاك الولد، ربيته امراه مطلقه، حتى المشاكل ديال ولدي سميتو ما مشيت، ما عمرني ما لحقت المحكمه، صابره في حقي وربيت ولادي احسن تربيه. كانوا عندي جوج الامانات كما قلت، بنتي زوجتها ولدي وصلته بيدي للقبر، بيدي وصلت ولدي للقبر. قلتي ليا كتحلمي به كيقول لك مسحي لي الدم. الساعه من نهار من لو 9 سبتمبر، من لو 9 سبتمبر 2021 وانا كولدي كيجي عندي، كنحس به حتى كيجلس، كنهز راسي كيقول لي ماما مسحي لي الدم. مشيت سولت، ربما يكون عنده شي دين ولا هذا ما عندوش. مشيت سولت هاد واحد السيده ما عرفاش قصه ولدي، قالت لي واش ولدك مات مقتول؟ قلت لها ولدي مات مغدور، ولدي تخدر، ولدي قالوا بان الدفع ما بيناش، وانا متاكده. والحقيقه هاد الحقيقه راه الناس كلها هي عارفاها، ولكن للاسف خايفين. انا اللحظه فاش طاح ولدي عندي تصور بان كاينين الناس اللي جاو وقالوا لي الناس اخرين بان كيقولوا للبوليس يحبس زقع لي، لان واحد كان كيسلق فيه، واحد حبسه ودفعه بكتفه على حسب الشاهد العيا اللي كان مع ولدي قال بان دفعهم بالكتف، وواحد اخر من اللي طاح ولدي راكم شفتوا الصوره ديالو كيفاش حالته كي دايره،
ماشي بميت، ماشي موت دماغي، لان بين من كلا دقه مات بها موت دماغي، ومازال كيضرب فيه كيقول ليه نوض راك كتكذب. واش هاد الناس ما فيهمش انسانيه؟ واش هاد الناس ما دايرينش فورماسيون بان هذاك راه كما كان راه الحال راه بنادم؟ واش ما دايرينش ليهم ان با راديو مونتال؟ انا ما عرفتش انا هاد السم ولا هاد الشيء اللي خرجوه في هاد الدراري علاش؟ انا يجاوبوني علاش؟ انا 8 شهور هادي من نهار مات ولدي وانا كنقول علاش علاش ولا مجيب. تلحت في سله المهملات صافي، ناض الضجه وهذا وكل شيء ناض وكل شيء دوا، ومن بعد صد الملف ويوسف مشى. حرام البلاد ضعف ولد بحال يوسف. انا كنقولها ومفتخره بولدي، هذا ربيت ولدي، ولدي بشهاده الجميع بشهاده البوليس نفسهم، لان انا مشيت لعندهم كنقلب باش شي حاجه اللي تبردني نقول ولدي دار. ولدي مشى مشى، ولدي ضاع لي مشى هكاك. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.